اليوم جابوا لنا كادي اول تراك 2010 بيت. السياره جابها لنا مولاها قالنا راه هي كي مونك تيراج حس بها ثقيله في التيراج، وقالنا لي فونتيلاتير ينوضوا ما يحبسوش. هاي لكم الراي تشيك، وهاي لكم لا لومب الثانيه. شوفوا كيف هالتفاهم يحدث في الجزائر، يعجز اللسان عن التعبير. شاهد ماذا حدث مع مواطن جزائري لسيارته من نوع كادي 2018 التي أصبحت تفتقد لقوة سرعتها في الطريق، والسبب الثاني هو المراوح التي أصبحت تعمل دون توقف، ولما قام صاحب المحل بفحصها شاهد الكارثة. اليوم جابوا لنا كادي أول تراك 2018، السيارة جابها لنا مولاها قالنا راه هي كي مونك تيراج نحس بها ثقيله في التيراج، وقالنا لي فونتيلاتير ينوضوا ما يحبسوش، يعني يطولوا هما نايضين. بون سقسينا حنايا الكليون هذا صاحب السياره هذه، سقسيناه في التليفون قلنا له عمي خويا عندك تشيك شاعله ولا طافيه؟ على واش سقسينا عندك تشيك شاعله ولا طافيه باش نعرفوا اذا عنده ديفو موتور ولا عنده دي ديفو في فونتيلاتير ولا. قالنا التشيك عمرها ما شعلت لي، والتشيك هذه عمري ما تلاقيت بها. تسمى السيد هذا مول كادي هذه ما عندوش فايون تاع تشيك. شوفوا لهنا ركزوا معايا مليح، نحيو كونتاكت ونديرو كونتاكت، نلقاو بلي لي فايون كامل يشعلو غير تشيك ما تشعلش. وراي تشيك هذه ما كانتش خلاص الطوموبيل هذه. فوالا حنا واش درنا؟ رحنا درنا سكانر تاعنا. بعد ما درنا سكانر تاعنا لقينا ديفو على مستوى لافانوجيار، ديفو على مستوى الفلتر بارتيكيل، وعندو لا بومب سيبلومونتير فازله، عنده يعني ثلاث مشاكل في سيارته، والتيمون تاع تشيك ما يشعل. هو اوتوماتيكمون كي يكون اي مشكل على مستوى المحرك تشعل لك لا لومب تاع تشيك. الطوموبيل هذه تشيك ما فيهاش خلاص. وين راهي تشيك؟ تبعوا معايا نعت لكم وين راهي تشيك. لهنا بعد ما نحينا الكونتور من بلاصتو فوالا، لهنا نروحو نحوسو على تشيك هذه. وين راهي؟ هاي ليكم تشيك. وين راهي؟ راكم تشوفوا في تشيك. هاي ليكم تشيك. حنا درنا ربي حنا نعرفو تشيك كيف راهم مطفينها باش نوضح لكم في الفيديو. لقينا بلي مطفين دو لومب، لقينا مطفين تشيك ومطفين هاد لا لومب اللي كي تحرك لك اي لومبا في الطوموبيل تشعل لك. تبعوا معنا زوج رخاخس هادو، نزيدو نحيو الكاش هذا. بسم الله. تبعوا معايا، هاي ليكم راهي تشيك، وهاي ليكم لا لومب الثانيه. شوفوا كيف تفهم خدمه الخداع، الله يهدي ما خلق. واش حنقول لكم؟ نحيو هادو. تابعوا معايا مليح، هكا هذه الاولى، هكا ثاني محكومين باحكام ثاني. ها والو ما تقدرش. هاي هاي ليكم لا لومب الثانيه. تبع معايا باش تفهم خدمه الخداع في ليله الشك تاع رمضان. دوك كي ردوا هذا، ردوا هذا لبلاصتو هاك، فردوه. تبعوا معايا مليح، ها وردوا الكونتور في بلاصتو. ما رجع الكونتور في بلاصتو، تولوا معايا ندير كونتاكت دركا. هاي ليكم تشيك كيفاش شعلت. ها دركا كلش يشعل عادي. نزيدو نوضو السياره. بسم الله. ها فوالا سياره نايضه، وتشيك راهي بقات شاعله، يعني كاين ان ديفو موتور كيما قلت لكم في بدايه الفيديو اللي هو فيلتر بارتيكيل ولا فانجيير عنده لا بومب سيبلومونتير. هادو المشاكل نزيدو نريغليهم مولاهم، تبقى لا لومب تاع تشيك يصرالو مشكل مستقبلي في الموتور تاعو تشعلو. خدمة الخداع هذه واش حنقول لكم؟ ربي يهديكم، ربي ما يهدي ما خلق. لا ما هبطوش كونتور طفيو تشيك، لا ما طفيتوش تشيك طفيو هذه. المهم خدمة الخداع فيها فيها ما تعرفوا، لا عيد لا رمضان لا ليلة الشك لا، واش حنقول لكم؟ الله يهدي ما خلق. هذه هي، تبعوا معنا بقية الفيديو ونشوفوا كيف نحيو الفلتر بارتيكيل ولا فانجيير اللي حنلقاهم بطبيعة الحال في حالة كارثية. تبعوا معايا. توقعاتنا كانت صحيحة، فوالا وليكم فلتر بارتيكيل تاع هذا الكادي اولتراك، هذه لافانوجيير تاعها كيما قلت لكم حنلقاهم في حالة كارثية، ولقيناهم في حالة كارثية. شوفوا لافانوجيير، نخلي لكم الفيديو هو اللي يحكي. نزيدو نشوفوا لهنا الفلتر بارتيكيل تاعها، شوفوا لهنا، نزيدو نشوفوا منا، شوفوا كيفاه حالة كارثية. لافانوجيير مسكرة خلاص، فلتر بارتيكيل كيف كيف، التشيك كانت طافية كيما قال مولاها عمري مش تشيك شاعلة في طوموبيلتي. فوالا هاو على طفاو التشيك باش ما تشعلش. السيارة كانت مونك تيراج، التشيك ما يشعلها نورمالمون كي تولي طوموبيل مونك تيراج ولا يصرى فيها اي مشكل تشعل التشيك. هما كانوا مغطينها بطبيعة الحال مش حتشعل لك التشيك. هذه الانظمة البيئية
تحتاج الوقود من نوع اورو 6. الوقود المتواجد عندنا في الجزائر من نوع اورو 3 الراجع لسنة 2001، يعني الوقود المتواجد في الجزائر غير متوافق مع هذه السيارات. لهذا يجب علينا حذف الانظمة البيئية، فيترا بارتيكيل، لافانوجيار ونظام الاد بلو كما راكم تشوفوا. عملية الحذف نديروها في ورشتنا جيو بيرفورمانس بضمان، مدته 5 سنوات. ما كان حتى ريسك، ما كان حتى ضرر جانبي، ما كان حتى حاجه تصرى للموتور كي تسيبريمي هذه الانظمه. كي ما تسيبريميهمش لي يخلص الموتور تاعك، كي تسيبريميهم لي تمشي مرتاح ومهني. نكملوا لا سيبريسيون الكترونيك ميكانيك. بعد ما كملنا عمليه الحذف على المستوى الالكتروني والميكانيكي لهذا الكادي، بسم الله برك نوضوها. تابعوا معايا عليكم. درك السياره راهي زارو ديفو، ما كان حتى تيمون شاعل. تيراج تاعها ارجع عليه نورم، كلش تاعها مريقل، كلش منظم. الكليون عنده ضمان لمده 5 سنوات على عمليه حذف لا دبليو الفيترا بارتيكيل ولا فانوجيار. وكالعاده في نهايه هذا الفيديو نطلبوا الهدايه للناس هذو اللي تخدم الخداع، سواء في تهبط الكونتور، سواء في لومب تطفيهم، سواء المهم. رمضان مبارك، صحه فطوركم، صحه سحوركم، اي حاجه تخصكم بالنسبه للسيارات الالمانيه فولكس فاجن، اودي، سيات، سكودا، بورش، مرسيدس، بي ام، رانا هنا في خدمتكم. جيو بيرفورمانس باتنا، مرحبا بكم.